يبدو الأمر غريبا أن يكره علماء ومخترعون الرياضيات وهي لغة العلم الأساسية التي تستخدم في جميع المجالات العلمية والهندسية، ومع ذلك هناك العديد من الأمثلة على علماء ومخترعين بارزين أعربوا عن عدم حبهم للرياضيات. قبل أن نبدأ، لا بأس إن ضغطت على زر الاشتراك دعما لنا. ألبرت أينشتاين أحد أشهر العلماء في التاريخ كان يكره الرياضيات في المدرسة. قال ذات مرة: لم أحب أبدا الرياضيات في المدرسة، لقد كانت صعبة للغاية بالنسبة لي. ومع ذلك سرعان ما طور أينشتاين اهتمامه بالنسبية العامة، وهي نظرية فيزيائية بامتياز تعتمد على الرياضيات المتقدمة. يعتبر مايكل فاراداي المولود سنة 1791 وهو ابن لحداد أبو الكهرباء. قام فاراداي ببناء أول محرك كهربائي وأول مولد كهربائي، كما اخترع البالون المطاطي ووضع الأساس لتكنولوجيا التبريد وبين المجال المغناطيسي للأرض. على الرغم من إنجازاته، كان فاراداي يشعر بالخجل من حصوله على القليل من التعليم الرسمي. في سنة 1846 اقترح بشكل صحيح أن الضوء المرئي هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، ولكن لأنه لم يتمكن من دعمه بأدلة رياضية تجاهله زملاؤه، ليبتكر الفيزيائي الاسكتلندي جيمس كليرك ماكسويل لاحقا المعادلات لدعم نظرية فاراداي بعد 18 سنة. تشارلز داروين عالم الطبيعة البريطاني كره الرياضيات. كتب داروين في سيرته الذاتية: عندما كنت طالبا في جامعة كامبريدج حاولت تعلم الرياضيات، لكنني تقدمت ببطء شديد، ودروس أستاذه طيلة صيف 1820 لم تستطع أن تحسن مهارته. كتب: كان العمل بغيضا بالنسبة لي، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم قدرتي على رؤية أي معنى في الخطوات الأولى في الجبر. كان نفاذ الصبر هذا صعب للغاية. وبعد سنوات شعرت بأسف شديد لأنني لم أتقدم بعيدا بما فيه الكفاية على الأقل لفهم شيء من مبادئ الرائدة العظيمة في الرياضيات. كان لألكسندر جراهام بيل مخترع الهاتف علاقة حب وكراهية مع الرياضيات. وفقا لكاتب سيرته الذاتية روبرت بلوز، فإن جراهام بيل استمتع بالتمرير الفكري لهذا الموضوع، لكنه كان يشعر بالملل وبالتالي الإهمال في التوصل للإجابة النهائية بمجرد أن تعلم الطريقة، وتأثرت درجته تبعا لذلك. لم تكن كفاءة بيل الرياضية تعادل أبدا كفاءة أقرانه المتعلمين. عندما كان توماس أديسون طالبا شق طريقه عبر كتاب إسحاق نيوتن التأسيسي، والذي لم يترك له سوى نفور من الرياضيات لم يتعافى منه أبدا. لم يكن إديسون يعرف شيئا تقريبا عن الرياضيات العليا، واعتمد على العبقرية العددية لتشارلز بروتيوس ستاينميتز لاستنباط الأسس الرياضية لشركة إديسون جنرال إلكتريك. قام إديسون أيضا بتجنيد فرانسيس أبتون لإجراء حسابات يمكن أن تساعده في إجراء تجارب معملية مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصباح المتوهج ومقياس الواد ساعة. وقد قال ذات مرة: إذا كان علي اختيار موضوع واحد يجب حذفه من مناهج التعليم فسأختار الرياضيات. ومع ذلك كان أديسون يتمتع بذكاء إبداعي كبير، وتمكن من التغلب على صعوبات الرياضيات من خلال التركيز على المشكلات العملية. في كتابه الذي صدر سنة 2013 رسائل إلى عالم شاب، كشف عالم الطبيعة إي ويلسون عن تاريخ شخص مضطرب مع الرياضيات. اعترف ويلسون بأنه لم يدرس الجبر حتى سنته الأولى في جامعة ألاباما. وأخيرا يقول: تمكنت من دراسة حساب التفاضل والتكامل كأستاذ دائم في جامعة هارفارد وأنا في سن 32، حيث كنت أجلس بشكل غير مريح في الفصول الدراسية مع الطلاب الجامعيين قليلا فقط، هم في نصف عمري. كانت اثنان منهم طالبة عندي في مادة علم الأحياء التطوري التي كنت أقوم بتدريسها. لقد ابتلعت كبريائي وتعلمت حساب التفاضل والتكامل. انتهت الحلقة، ننتظر دائما دعمكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب. إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.